قلتها يا جماعة كتير قبل كده، من أهم الأسباب اللي هتكمل في مسيرة إخفاق النادي الأهلي، عايز تسميها الغرور سميه، عايز تسميها الغلياطة سميها، عايز تسميها الجامد بقليلة سميها، الأجواء اللي عايشها مسؤول النادي الأهلي ولاعيب النادي الأهلي، فإحنا الجامدين اللي ما ينفعش نخسر، والشكل العام اللي وصل لأغلب اللعيبة، يعني مش عايز أقول إنه كلهم يعني، بما حتى فيهم مسؤول النادي الأهلي. الناس كلها فاكرة مباراة الأهلي والوداد، وفاكرة لقطة عمرو السولية لما رمى الميدالية الفضية على الأرض، وبرضو طلعت الناس بررت، لا اللي هو أنا الجامد يعني، أنا ماخدش مركز تاني وادي الميدالية بتاعت التاني على الأرض اهي. ثم بعد كده سيد عبد الحفيظ في ماتش النادي الأهلي والزمالك في نهائي كاس مصر، لا كلكم ماشيين في الممر، أنا الجامد بقى اللي مش بمشي في ممر المركز التاني، أنا الجامد اللي مش بمشي في ممر مركز تاني، الممر يبقى كده امشي انا كده. ليه بقى؟ عشان انا الجامد، انا اللي ما ينفعش اخسر، انا اللي ما باخدش مركز تاني ابدا. جليطه وغرور ومرحله غريبه جدا مش بيعقبها ابدا ومش بيجي وراها ابدا غير استمرار الفشل ثم الفشل. يا راجل في فرق من الثقه، وفي فرق من العنجهيه، فرق من الغرور، ومن جد وجد ومن زرع حصد. ايه العنجهيه دي؟ وايه المرحله اللي انت عايز توصل لها اللي هو انا يعني ما مش بتاع التاني، انا مش بتاع التاني في الملعب، مش بغرور على الفاضي والمليان. وهتستمر اخفاقات النادي الاهلي لو مش المبادئ اللي بيتكلموا عليها في مبادئ النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي اللي بتتكلم على المثل والاخلاق وما الى ذلك تتطبق فعليا من لعيبي واداري فريق النادي الاهلي، يبقى فعلا كلامه فعل، يبقى كلامه فعل مش مجرد كلامه خلاص. ما حصلش حاجة، ولا النادي الأهلي اتكلم أصلا على لقطة عمرو السولية في ماتش الوداد، فالموضوع طبيعي يكون ليه تبعات، وكله يعيش بنفس العنجهية المستمرة ديت، وحالة من الغرور الغير مبرر وعدم احترام قوانين اللعبة، إن الرياضة مكسب وخسارة. لا الكلام ده مش عند النادي الأهلي، والكلام ده مش واصل لعيبة الأهلي ولا مسؤول الأهلي. إحنا بنكسب بس، هاتلي فريق في العالم بيكسب بس، وهاتلي فريق في العالم مناخيره بيعليها فوق من غير مجهود، وهاتلي فريق في العالم بيصل للمرحله دي ما بيجيش وراها توفيق ربنا، مش هيجي طول ما انت عايشها كده، طول ما انت عايشها كده. ليه ربنا نصر الزمالك واداله؟ عشان العرق والكد اللي اتريقوا عليه، يتريقوا على العرق لما شيكابالا قال لك بنلعب فبنعرق فربنا بيكرمنا، ويدعموا العنجهيه والعنطزه اللي بيعملها لعيب الاهلي ومسؤول الاهلي. هل تصرف سيد عبد الحفيظ كويس؟ لو انت دعمته كاهلاوي بقى كاي حاجه مش هنتطور، ولو انت دعمته يبقى انت ما بتحبش فريقك، ولو انت دعمته هيفضل الاهلي كده، ولو انت دعمته الصوره تفضل كده، ما استناش تغيير. غرور على الفاضي والمليان، ومنظر بره الروح الرياضيه وبره القيم وبره الكوره. والله العظيم انا مستعجب، ومستعجب اي رياضه دي واي شكل رياضه دي. لا انا ما بخسرش، انا الاهلي يا عم، انا الجامد، كلكم ماشيين في الممر ده، ما امشيش انا في الممر ده، انا امشي في الحته الفاضيه بقى عشان اثبت ان انا الجامد، ومش مقتنع بالمركز الثاني، مش انا اللي اخد المركز الثاني. زي قبل كده برضو قدام الزمالك في كاس مصر، برضو في بطوله برضو، مش احنا مش هناخد الميداليه الفضيه، وبرضو قدام الاهلي والوداد رمينا الميداليه الفضيه على الارض. في ايه بالظبط؟ في ايه؟ مين فاهمكم ان الكوره كده؟ ومين فاهمكم ان الرياضه كده؟ ومين وصل لكم الموضوع ده؟ ما الغرور ده مش بيعمل، ما بيأذيش غير صاحبه. يعني مش توصل لحاجه والله، طول ما انت هتستمر كده مش توصل لحاجه. واحنا كنادي الزمالك عادي جدا، ربنا هيفضل يدينا عشان عرقنا اللي بتتريقوا عليه، بس دي مش صوره صحيه. ولا الاهلي هيتطور وهيفضل بالشكل ده، لو حتى جمهور الاهلي موافق على الصوره دي فخلاص انتظروا بقى اخفاقات تلو اخفاقات، لان هي بالمجهود مش بالعنجهية ولا بالغرور ولا بالعنطزة الزيادة ولا بالمنظر ده. لو لعيب من نادي الزمالك او اداري في نادي الزمالك عملوا اللي عمل، يعني عمل اللي عمل السيد عبد الحفيظ ده، والله العظيم الاعلام ما كان سابه، اقسم بالله الاعلام ما كان سابه. لو اداري في نادي الزمالك اللي عمل التصرف ده ما كانش الاعلام رحمه، والدنيا كلها كانت اتكلمت، اللي هو انت شايف نفسك ليه؟ ازاي تعمل حاجه زي كده؟ ومش بعيد بسبب الضغوط كان مجلس اداره الزمالك مشاه وقتها، كان مجلس اداره الزمالك مشاه وقتها، زي ما حصل في موقف مدحت عبد الهادي في المغرب واللي فعلا اخطا فيه، واقاله على طول مجلس اداره النادي الزمالك، اقاله هو امير عزمي.
ولكن ما حدش بيتكلم وما حدش قايل اي حاجه. هل دي صوره جيده؟ استمروا، لو شايفين ان دي الرياضه استمروا.